بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هندردش مع بعض شوية بإذن الله عن الجوندس. مبدئيا كده لو سألتك تعرف ايه يعني الجوندس، اعتقد ان معظمنا عارف ان الجوندس معناه يلوش discoloration of the skin and the sclera of the eyes. طيب كلام جميل جدا. طيب السؤال التاني، هل الجوندس عرض ولا مرض؟ للأسف الجوندس عرض وليس مرض. ليه للأسف؟ لأن أحيانا ممكن يكون سببه بنكرياتيك كانسر. يبقى اذا صح يا دكتور، الجوندس مش مجرد صفرة، الجوندس اكبر من كده بكتير. الجوندس عرض وليس مرض. علشان نفهم الجوندس او عشان نتكلم عن الجوندس، المفروض نعرف يعني ايه جوندس، ايه هي اسباب الجوندس، ازاي اشخص حالة جوندس، وازاي اعالج حالة جوندس. لو اتكلمنا الاول عن الديفينيشن اللي كلنا عارفينه، بالمناسبة الجوندس هو الاكتروس، يعني نفس المصطلح. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن yellowish discoloration of the skin and the sclera of the eyes. والحقيقة ان الصفرة بتبان اكتر في السكليرا عن السكن. ليه؟ لان السكليرا بيبقى فيها elastin tissue عالي، والelastin tissue ده ليه high binding availability to bilirubin. ليه بقول النقطه دي؟ لان في بعض العيانين عندك مش هتلاقي الصفرة واضحه عندهم قوي في السكن، هتلاقيها واضحه في السكليرا، فتخلي بالك وانت بتعمل اكزاميشن. يبقى اذا احنا اتفقنا ان الجوندس هو الاكتروس، وهو عباره عن yellowish discoloration of the skin and the sclera of the eyes. نتيجه ايه؟ نتيجه زياده نسبه البيروبين في الدم. هلاقي الشخص بتاع الجوندس هلاقي نسبه البيروبين عنده في الدم اكتر من 3 ملي جرام بير ديسيلتر. طب البيليروبين بيجي منين؟ انا علشان افهم ايه اللي هيزود نسبة البيليروبين في الدم، او عشان افهم ايه هي اسباب الجوندس، لازم اعرف البيليروبين بيجي منين او ايه المسار الطبيعي بتاعه. قالك والله البيليروبين ده هو ناتج من نواتج تكسير الاوربيسيز. احنا كلنا عارفين ان اي اوربيسيز ليها لايف سبان معينة، هي 120 يوم، بعديهم هتعجز وهتكبر، المفروض ان انا بقى ايه اكسرها، والبون مارو يبني بقى ار بي سيز جديده وهيلثي كده ويونج على نظيف. يبقى اذا ار بي سيز بمجرد ان هي ما بتوصل 120 يوم، بيجي الريتيكول اندوثيليا سيستم او الماكروفاج، بتيجي الماكروفاج تكسرها. طب الار بي سيز دي اصلا عباره عن ايه؟ الار بي سيز ما هي الا هيموجلوبين. طيب الهيموجلوبين لما هيتكسر في الماكروفاج هيرجع لاصله اللي هو الهيم والجلوبين. الجلوبين هيروح للامينو اسيد بول عادي، ويعمل لي بقى جلوكونيوجينيسيس وات ايفر، استغله باي شكل كان. المهم ان الجلوبين مش محتاجه خلاص، هو هيروح لي للايه؟ للامينو اسيد بول. طب والهيم؟ الهيم كلنا عارفين ان هو عباره عن ايرون وبروتوبيرفورين. الايرون هيحصل له ريوتيلايزيشن عشان يكون لي هيموجلوبين تاني، والبروتوبيرفورين هيتكسر لي بيلي فيردن، والبيلي فيردن هيكسر بعد كده يتحول لايه؟ لبيلي روبن. يبقى خلاص انا كده وصلت للبيلي روبن. يبقى اذا البيلي روبن هو بيتكون نتيجة تكسير الار بي سيز. طيب البيلي روبن ده بقى خلاص اتكون، المفروض ان هو يحصل له اكسكريشن عشان ما يفضلش متراكم عندي في الدم، والا اي شخص كده هيبقى نورمال عنده جوندس. فطيب قال لك عشان البيروبين ده يحصل له اكسكريشن، انا عندي مشكلتين. المشكله الاولانيه ان البيروبين ده اللي اتكون في الدم ده نتيجه تكسير الار بي سيز بيبقى انسولابل، وما دام انسولابل يبقى مش هقدر اعمل له اكسكريشن، فلازم يدخل الليفر يحصل له كونجوجيشن مع جلوكيورينيك اسيد علشان يبقى كونجوجيتد بيروبين، يبقى سولابل بيروبين، ويحصل له ايه؟ اكسكريشن. طب ايه المشكله ما ندخله في الليفر وبيحصل له كونجوجيشن عادي؟ قال لك المشكله ان هو مش هينفع يدخل في الليفر من غير ما يبقى معاه بواب. يعني ايه؟ يعني لازم الالبيومين يجي يدخل البيروبين اللي موجود في الدم ده للليفر، ماشي كده؟ يبقى تاني انا عندي الار بي سيز اتكسرت، كونت لي بيروبين، البيروبين ده جه الالبيومين دخله، البيروبين الموجود في الدم ده جه الالبيومين مسكه وشاله ودخله في الليفر، داخل الليفر حصل له كونجوجيشن مع جلوكو يورونيك اسيد بواسطه انزيم اليوريدين جلوكو يورونايل ترانسفريز او يو جي تي 1، واحفظ اسم الانزيم ده كويس. اليو جي تي 1 خلاص عمل كونجوجيشن البيليروبين، البيليروبين بقى كونجوجيتد مع جلوكو يورونيك اسيد، يعني بقى كونجوجيتد بيليروبين، يعني بقى سولابل، يعني كده بقى اقدر اعمل له اكسكريشن. هيمشي بقى في البايل داكتس
مع البايل، هيمشي في البايل دوت كونجوجيتد بيروبل اللي اتكون، ولغايه ما يوصل بقى للايه، للانتستين، السمول انتستين. داخل السمول انتستين البكتيريا هتكسره، ويحصلوا بقى بعد كده اكسكريشن في الستول وفي اليورين. تمام، هنعيد بقى على السريع كده ان الار بي سيز اتكسرت، كونت لي بليروبين. الالبيومين شال الانسولابل او الانكونجوجيتد او الاندايركت بليروبين ده، دخله الليفر. داخل الليفر حصل له كونجوجيشن مع جلوكورينيك اسيد بواسطه اليو جي تي 1 انزيم، بقى كونجوجيتد، بقى بليروبين، بقى دايركت بليروبين، بقى سولابل. كل دي نفس المصطلحات، بقى سولابل. حصل له اكسكريشن في البايل، مشي مع البايل في البايل لوكس لغايه ما وصل للانتستين، البكتيريا كسرته، حصل له بعد كده بقى اكسكريشن في الستول وفي اليور. من خلال المسار ده تقدر تحدد ايه اسباب زياده نسبه البيروبين في الدم. ايوه، يعني ارجع من الاول كده، هو اصلا كان جاي من ار بي سيز ميتابوليزم او نتيجه تكسير الار بي سيز. طيب لو زاد تكسير الار بي سيز نتيجه هيموليتك انيميا مثلا، هينتج عنه زياده نسبه البيليروبين في الدم كناتج من نواتج تكسير الار بي سيز. طيب وبما ان المشكله دي حصلت قبل ما البيليروبين يدخل الليفر ويحصل له كونجوجيشن، فبسميها بري هيباتيك كوز. يبقى اول حاجه خالص هزود لي نسبه البيليروبين في الدم هو زياده التصنيع عن طريق زياده تكسير الار بي سيز في حاله الهيموليتك انيميا. طيب تاني حاجة ان هو يكون الليفر فيه مشكلة، او تاني سبب ان الليفر يكون فيه مشكلة مش قادر يعمل conjugation للبيليروبين. النتيجة هتكون ان البيليروبين هيفضل unconjugated، هيفضل في صورة insoluble، يعني مش هيحصل له excretion، يعني نسبته هتزيد في الدم وهيعمل لي جوندس. ايه اللي ممكن يعمل مشكلة في الليفر؟ ليفر دامج نتيجة هيباتيتس مثلا، هيباتيتس فيروس، نتيجة ليفر سيروزس. هنقول الأسباب بالتفصيل كمان شوية بعد كده. دي ده هيباتيك كوز، بما ان هو المشكلة في الليفر فدي ده بسميه هيباتيك كوز. طيب البيليروبين اتكون بشكل طبيعي، الار بي سيز اتكونت اتكسرت بشكل طبيعي، البيليروبين اتكون بشكل طبيعي، حصل له كونجوجيشن في الليفر بشكل طبيعي، الليفر بتاعي سليم عادي. بعد ما حصل له كونجوجيشن بقى وماشي بقى في البايل في طريقه عشان يحصل له اكسكريشن، لقى السكه قصاده مسدوده، السكه قصاده مسدوده يعني اوبستراكشن في البايل دكتس. فبالتالي الكونجوجيتد بيليروبين اللي موجود في البايل ده مش هيحصل له اكسكريشن، هتزيد نسبته في الدم، هيكون لي هيعمل لي جوندس. ده بوست هيباتيك كوز، لان هو بيحصل بعد الايه، بعد ما البيليروبين بيحصل له كونجوجيشن في الليفر خالص. يبقى انا عندي ايه، بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك كوز. مشكله في السن، ايه اللي هيزود نسبه البيليروبين في الدم؟ مشكله في السنسس، في السنسس نتيجه زياده تكسير الار بي سيز في الهيموليتيك انيميا، مشكله في الليفر مش قادر يعمل كونجوجيشن بيليروبين البيليروبين، فالبيليروبين هيفضل في صوره انسولابل، مش هيقدر يحصل له اكسكريشن، مشكله في البايل داكتس، في اوبستراكشن في البايل داكتس، السكه مسدوده، فالبيليروبين مش هيحصل له ايه اكسكريشن برضو. ادي اول حاجه عندنا عن بري هيباتيك كوز، هيباتيك كوز، بوست هيباتيك كوز. اول حاجه البري هيباتيك كوزز اللي هي قلنا عليها الهيموليتيك انيميا، زياده في تكسير ار بي سيز نتج عنه زياده في تكوين البيليروبين. الهيموليتيك انيميا اسبابها زي ما اخذناها في الهيماتولوجي، كورباسكولار كوزس ونون كورباسكولار او اكسترا كورباسكولار كوزس، وده مش موضوعنا، يعني راجع عليها تاني في الهيماتولوجي، اللي هي اسباب الهيموليتيك انيميا سواء كانت كورباسكولار كوزس او نون كورباسكولار كوزس. كده خلصنا من البري هيباتيك كوزس او الهيموليتيك انيميا. حسيت بحاجه؟ لا. طيب تعالى ندخل بقى على تو سندرومز اسمهم جيلبرت سندروم وكريجلر ناجار سندروم. ايه دول؟ الاثنين نفس الفكره، عباره عن جينيتك ديفكت في اليو جي تي 1 انزيم اللي بيعمل كونجوجيشن للبيليروبين. لو تفتكر ان انا قلت لك ان البيليروبين اول ما يدخل الليفر بيحصل له كونجوجيشن مع جلوكويورينيك اسيد بواسطه انزيم اليو جي تي 1. طب لو في جينيتك ديفكت في اليو جي تي 1، الليفر البيليروبين مش هيحصل له كونجوجيشن داخل الليفر،
ومش هيحصل له conjugation، يعني هيفضل في صورة insoluble، يعني مش هيحصل له excretion، يعني نسبته هتزيد في الدم، يعني هيعمل جونز. طيب ايه بقى فرق الجيلبرت سندروم عن الكريجلر نجار سندروم؟ انا قلت لك ان الاتنين عبارة عن genetic defect في اليو جي تي 1 انزيم بينتج عنه ان البيروبين مش بيحصل له conjugation. الفرق بينهم ان الجيلبرت سندروم عبارة عن partial defect، انما الكريجلر نجار سندروم عبارة عن complete defect. يعني لو قلت لك ان الجيلبرت سندروم هو بينتج عنه ان نسبة اليو جي تي 1 انزيم بس بتقل، لكن الكريجلر نجار سندروم بيبقى complete absence لليو جي تي 1 انزيم. كده احنا خلصنا. بس قبل ما ادخل بس على الهيبات الكوزس، اصنف الجيلبرت سندروم والكريجلر نجار سندروم على حسب ايه؟ الحقيقة ان في بعض المراجع بتصنفها على اساس ان هي البري هيبات الكوزس، بفرض ان الليفر عندي سليم ما حصلوش حاجه، المشكله بس مجرد جينيتك ديفكت في اليو جي تي 1 انزيم، فبعض المراجع بتصنفها على اساس ان هي بري هيباتيك كوز، وفي بعض المراجع بتصنفها على ان هي هيباتيك كوز على اساس ان الانزيم بتاع اليو جي تي 1 او عمليه الكونجوجيشن اصلا بتحصل داخل الليفر. حتى في المحاضره هتلاقيها مكتوبه مره تحت البري هيباتيك كوز ومره تحت الهيباتيك كوز. يبقى احنا اتكلمنا لغاية دلوقتي عن اسباب زيادة نسبة البيروبين في الدم، وقلنا ان الـ الاسباب دي اول حاجة بريهيباتيك كوز اللي هي هيموليتيك انيميا، تاني حاجة الجيلبرت سندروم والكريجلر نجار سندروم نتيجة جيناتيك ديفكت في اليو جي تي 1 انزيم اللي بيعمل كونجوجيشن للبيليروبين، تالت حاجة مشكلة في الليفر مش قادر يعمل كونجوجيشن للبيليروبين، والمحصلة هتكون ان البيروبين هيفضل في صورة انسولابول فمش هيحصل له اكسكريشن فنسبته هتزيد في الدم هيعمل لي جوندس. طب ايه اللي هيعمل مشكلة في الليفر هيخليه مش قادر يعمل كونجوجيشن للبيروبين؟ ان يحصل ليفر دامج نتيجة انفكشن، الانفكشن ده ممكن يكون نتيجة فيروس، انا عندي فيرال هيباتيتس، الفيروس ده ممكن يكون من اول هيباتيتس ايه لغاية هيباتيتس ايه، ممكن يكون ايبشتاين بار فيروس، ممكن يكون سيتومينجالو فيروس، ممكن يكون هيربس سيمبلكس فيروس، ممكن يكون الليفر حصله دامج نتيجة لتوكسينز جاية من تناول الامانيتا فالويد مشروم. يعني شخص عندك تناول الامانيتا فالويد مشروم، المشروم ده بيطلع لي توكسين، التوكسين دي بتعمل ليفر دامج، الليفر دامج نتج عنه ايه؟ ان الليفر مش قادر يعمل كونجوجيشن للبيليروبين. طيب لو الليفر دامج ده ممكن يكون سببه ايه تاني؟ ممكن يكون سببه الكحول توكسيستي، ممكن يكون سببه دراج توكسيستي. اشهر الدراجز اللي ممكن تعمل توكسيستي او دامج في الليفر اللي هي الاسيتامينوفين او الباراسيتامول والايزونايزايد. لو في اوتو اميون ديزيز بيطلع اوتو انتي بوديز بتهاجم الليفر وبتعمل له دامج. لو في عندي تو ميتابوليك ديزيزز، ويلسون ديزيز وده عباره عن انهيريتد ديس اوردر، بيحصل فيه اكسسيف اكيوميشن للكبر في الليفر، والحاجه لما بتزيد عن حدها بتقلب لضدها، فزياده نسبه الكبر او الاكيوميشن اوف كبر ان ذا ليفر ده بيعمل لي ايه؟ ليفر دامج. زيها بالظبط الهيموكروماتوزيس، زياده نسبه الحديد يحصل له اكيوميشن في الليفر وهيعمل لي ليفر دامج. وعندي بقى تو كونديشنز مهمين، الليفر سيروزس والليفر كانسر. الليفر كانسر ده بيعمل دامج لاي اورجان عموما يعني. طب الليفر سيروزس دي اهم تقريبا اهم حاجه في الهيباتيك جوندس او في الكوزس اوف هيباتيك جوندس. ان سيروزس يعني فايبروزس، الليفر حصل فيه فايبروزس، الفايبروزس بيكون نتيجه اي كرونيك انفلاميشن. يعني لو الشخص ده اتعرض لونج تيرم اكسبوجر للانفكشن او لتوكسينز، اللونج تيرم اكسبوجر ده عمل كرونيك انفلاميشن، الكرونيك انفلاميشن ده انتهى بفايبروزس، انتهى بسيروزس، انتهى بليفر دامج. بقى ايه اسباب الهيباتيك جوندس؟ الليفر يكون حصل له دامج نتيجه انفكشن، نتيجه توكسينز، نتيجه الكحول، نتيجه دراجز، نتيجه اوتو انتي بوديز، نتيجه كوبر، نتيجه ايرن، نتيجه سيروزس او نتيجه كانسر. يبقى احنا كده خلصنا البري هيباتيك كوزس والكريجلر نجار والجيلبرت سندروم، وخلصنا الهيباتيك كوزس. يبقى الي كوز واحد اللي هو الايه؟ البوست هيباتيك او الاوبستراكتيف. بسميها اوبستراكتيف لان ببساطة سببها ان البيليروبين اتكون بشكل سليم، الار بي سيز اتكونت بشكل سليم والبيليروبين اتكون بشكل سليم، راح الليفر
وحصل له كونجيجيشن بشكل سليم، وطلع بقى يمشي في البايل داكتس عشان يحصل له اكسكريشن، بس وهو ماشي بيتفسح في البايل داكتس لقى السكه مسدوده قصاده، لقى في اوبستراكشن في البايل داكتس. الاوبستراكشن ده ممكن يكون، فمش هيحصل له اكسكريشن، الاوبستراكشن ده ممكن يكون نتيجه جول ستونز، حصوات موجوده في البايل داكتس فسداها. المصطلح مصطلح وجود حصوات عموما بسميه لايسيزس، وبما انه موجود في البايل دوكس فبسميه كوليدوكو لايسيزس، يعني البايل دوكس مسدوده بجول ستونز. طيب ممكن يكون الاوبستراكشن ده نتيجه ان، لو انا عندي في الصوره هنا، ان الهيد اوف بنكرياس، او احنا زي ما احنا عارفين من اناتومي ان الهيد اوف بنكرياس بتبقى موجوده جنب السكند بورت اوف ذا ديودينم، على الرايت سايد اوف ذا سكند بورت اوف ذا ديودينم اللي هو بتفتح فيه البايل دوكت. فلو الهيد اوف بنكرياس دي كبرت وضغطت على البايل دوكت هتضغط عليها جامد لغايه ما تتقفل خالص، فالنتيجه هتكون اوبستراكشن. مش هيحصل اكسكريشن للباي اللي فيه كونجوجيتد بالرومن فنسبته هتزيد في الدم. طب ايه اللي ممكن يكبر لي الهيد اوف بنكرياس؟ والله ممكن يكون نتيجه انفلاميشن، سواء كان اكيوت او كرونيك، اكيوت او كرونيك بنكرياتيتس، انفلاميشن في البنكرياس عمل السويلنج، السويلنج ده خلى الهيد تكبر وتضغط على البايل دوكتس، او ممكن يكون الهيد اوف بنكرياس دي فيها كانسر خلاها كبرت وضغطت على البايل دوكتس وسدتها. طيب ايه تاني؟ في عندي تو كونديشنز شبه بعض، البرايمري بيلياري سيروز او برايمري بيلياري كولانجايتس، دي عباره والبرايمري سكليروزن كولانجايتس، الاثنين عباره عن اوتو اميون ديزيز بيطلع اوتو انتي بوديز بتعمل دامج في الـ في الهيباتيك داكتيولز. تمام. طيب البرايمري بيلياري سيروزس بيحصل دامج للهيباتيك داكتيولز بس، او البيلياري داكتيولز بس، لكن البرايمري سكليروزن كولانجايتس الدمج بيحصل في الليفر والجول بلادر الاثنين، الاثنين عباره عن اوتو اميون انتي بوديز بتعمل دامج. لو الدمج حصل في البيلياري داكتيولز اللي موجوده في الليفر بس يبقى برايمري بيلياري سكليروزس، لو حصل في الجول بلادر كمان يبقى برايمري سكليروزن كولانجايتس. اخر كونديشن عندي يعتبر نوعا ما كونديشن طبيعيه وبتروح لوحدها اللي هي الكوليستيزس او بريجنسي، بيبقى نتيجه البريجنسي بيبقى في بريجنسي هرمونز، زياده في البريجنسي هرمونز دي بتعمل سلوينج للبايل فلو، لما تعمل سلوينج للبايل فلو البايل مش هيحصل له اكسكريشن بسرعه، فالكونجوجيتد بيليروبين اللي جواه هيفضل فهتزيد نسبته في الدم هيحصل لي جوندس. طيب يبقى احنا كده خلصنا، عرفنا ايه هي الديفينيشن بتاع الجوندس، عرفنا ايه هي اسباب الجوندس سواء كانت بري هيباتيك او هيباتيك او بوست هيباتيك. البري هيباتيك بلخصها في هيموليتيك، هيباتيك بلخصها في مشاكل الليفر كلها، وبوست هيباتيك بشخصها في كلمه اوبستراكشن في البايل دوكس. كده احنا بقينا خلاص الدايجنوزس والتريتمنت. يعني اي دايجنوزس انا بعتمد على الايه، على الكلينيكال بيكتشر، على الفيزيكال اكزامينيشن، وعلى الايه الانفستيجيشن. افتكر لما قلت لك في الاول ان الدايجنوزس عباره عن عرض وليس مرض، اذا فالدايجنوزس هيبقى اندر، الدايجنوزس هتبقى اكوردنج للاندرلاينج كوز. يعني لو كان الجوندس ده سببه هيموليتيك انيميا غير الاعراض بتاعه الجوندس اللي هو الوش ديسكولاريشن اوف ذا سكان ودارك يورين وبيل ستول، هلاقي اعراض الانيميا، هلاقي الراجل ده دايخ مش بيركز، حاسس بضربات قلبه، ضربات قلبه سريعه، همدان، بيتعب بسرعه. طيب لو كان الجوندس ده سببه مشكله في الليفر اكوردنج للمشكله، يعني لو كانت المشكله اللي في الليفر اللي عامله له دامج دي هي انفكشن زي الفيرال هيباتيتس مثلا، هلاقي العيان ده جاي لي فيفر وشيلز وابدومينال بين وفلو لايك سيمبتومز. طيب لو كان
المشكلة او المشكلة عندي هيبات الكانسر مثلا، هيباتو سيلولار كارسينوم، اي كانسر هتبقى هلاقي فيه ابدومينال بين، ويت لوس، وفاتيج، ايزلي فاتيج. طيب لو كان السبب بوست هيباتك، لو كان الجوندس ده سببه اوبستراكشن في البايل داكتس، الاوبستراكشن ده هيعمل ارتجاع للبايل، البايل السكه قصاده مسدوده، فيحصل له ارتجاع لغايه ما يوصل للايه، للبلود، فهيعمل لي اتشنج، هيعمل لي اريتيشن، هيعمل لي اتشنج برورايتس. طيب يبقى انا كده خلصت اول حاجه اللي في الدايجنوزس اللي هي الايه، كلينيكال بيكتشر، فيزيكال اكزامينشن برضو اكوردنج تو ذا اندرلاينج كوز. يعني لو كان سبب الجوندس بتاعي هيموليتيك انيميا، لما اجي اعمل فيزيكال اكزامينشن العيان هلاقي عنده سبلينوميجالي، هلاقي السبلين بتاعه كبر علشان يعوض الهيموليتيك انيميا اللي حصلت. طب لو كان الجوندس عندي سببه هيباتيك كوز، او كان هيباتيك جوندس، لما اجي اعمل فيزيكال اكزامينشن عيان هلاقي هيباتوميجالي، هلاقي هحط ايدي على الليفر هلاقي هلاقي فيه تندرنس. لو كانت الحاله بتاعتي ليفر سيروزس او ليفر فايبروزس، هلاقي الليفر شرانكن صغير في الحجم وفي ريجولاريتيز في السيرفيس بتاعه، وهلاقي بقى كل السيكوالي او الحاجات اللي ناتجه عن السيروزس. يعني احنا لو قلنا ان السيروزس عندي او الفايبروزس بيعمل ليفر دامج، الليفر مش بيقدر يقوم بوظائفه الطبيعيه اللي هي ايه اصلا، مش الليفر عندي بينتج بروتينات زي الالبيوم من غيرها، فلو هو في دامج او فايبروزس مش قادر يقوم بوظيفته، مش قادر ينتج بروتينات، فنسبه البروتينات زي الالبيوم هتقل في الدم، فهيحصل ايديما واسايتس. طيب الليفر برضو بيقوم بوظيفة ايه، بيعمل لي بيتخلص لي من التوكسنز او بيعمل كليرنس التوكسن، فالليفر لو حصل فيه فايبروز، لو حصل فيه دامج، مش هيقدر يعمل كليرنس التوكسن، فالتوكسنز هيحصل لها اكيوميليشن في الدم لغاية ما توصل للبرين، هيحصل هيباتيك انكفالوباسي. الليفر كمان بيتخلص لي من السلفر، السلفر دي بقى سلفر، السلفر توكسنز بيتخلص لي منها، فلو الليفر ده فيه دامج ومش قادر يتخلص من السلفر توكسنز، السلفر توكسنز دي هيحصل لها اكيوميليشن في الدم لغايه ما توصل لللنج وتعمل لي باد ماوس اودر اللي هي بسميها هيباتيك فيتور. تمام. طيب الليفر كمان بيعمل لي ديجراديشن او بيكسر لي الاستروجين، فالليفر فيه دامج مش هيقدر يكسر الاستروجين، فالاستروجين هيتراكم في الدم، فلو الراجل ده كان ميل هيحصل له جاينيكوماستيا. ده غير كمان ان الليفر سيروزس او الليفر فايبروزس ده هيعمل لي بورتال هايبرتنشن. البورتال هايبرتنشن ده اللي هو زيادة في الضغط في البورتال فين، فالدم هيتحرك من الضغط الاعلى للضغط الاقل، يعني الدم هيتحرك من البورتال فين للسيستميك فينز اللي موجودة حواليه، فالسيستميك فينز هيحصل لها دايلاتيشن. لما يحصل لها دايلاتيشن تحت السكن هبص الاقي دايليتد فينز او دايليتد كابيلاريز، هتبقى واخده شكل السبايدر ويب، فبسميها سبايدر انجيوما. لو كان الضغط زايد قوي جوه او الدايلاتيشن زايد قوي والضغط زايد قوي جوه الكابيلاريز او جوه السمول فينز او فينيولز، لدرجه ان هي ممكن ترابشر فتعمل لي ايه، بالمر اريسيما. كده احنا في الدايجنوزس خلصنا الكلينيكال بيكتشر، خلصنا الفيزيكال اكزامينشن، يبقى قلنا الانفستيجيشن. الانفستيجيشن ارجع لتعريف الجوندس، هو عباره عن يلوش ديسكريشن اوف ذا سكن، نتيجه زياده في نسبه البيليروبين في البلاد. يبقى انا الشخص ده لما اجي اعمل له تحليل سيروم بيليروبين، بالمناسبه التحليل اسمه فاندنبرغ رياكشن، علشان الدكتور اكد على النقطه دي في المحاضره. يعني ايه فاندنبرغ رياكشن اصلا؟ ده الطريقه اللي يعني الطريقه اللي بيكشفوا بيها عن نسبه السيروم بيليروبين ليفل في الدم في المعامل. ماشي. طيب طيب انا اذا هقيس للشخص ده اول ما الاقي عنده جوندس هقيس له نسبه السيروم بيليروبين. المفروض طبيعي نسبه السيروم بيليروبين هتبقى 1 ملي جرام بالدي سي ات، 2 من 10 منهم دايركت و8 من 10 اندايركت. يعني ايه دايركت؟ يعني ايه اندايركت؟ الدايركت اللي هو الكونجوجيتد، والاندايركت اللي هو الانكونجوجيتد. والمفروض ان البري هيباتيك كوز اوف جوندس، يعني الهيموليتيك كوز، يعني زياده في تكسير الار بي سيز نتج عنه زياده في نسبه البيليروبين في الدم، لسه ما دخلش لسه ما دخلش الليفر، لسه ما حصلوش كونجوجيشن. فاذا ايه النسبه اللي زايده؟ هي نسبه الان كونجوجيتد بيليروبين او الاندايركت بيليروبين. يبقى انا لو انا لقيت الشخص ده عنده
نسبة الاندايركت بيليروبين او نسبة الانكونجوجيتد بيليروبين زادت، يبقى انا اشك ان دي هيموليتك انيميا. طيب بالنسبة لو كان هيباتيك جوندس، الليفر فيه دامج او الليفر فيه مشكلة مش قادر يعمل كونجوجيشن البيروبين، في حبة هيقدر يعمل له كونجوجيشن وحبة مش هيقدر يعمل لهم كونجوجيشن، فهلاقي بوست كونجوجيتد وانكونجوجيتد بيليروبين الاثنين نسبتهم في الدم زايدة، تمام. لكن البوست هيباتيك ما فيهاش كلام، البوست هيباتيك يعني البيليروبين حصل له خلاص كونجوجيشن في الليفر وماشي في البايل في طريقه ان هو يحصل له اكسكريشن، بس لقى الدنيا قصاده مسدوده، فاذا انا عندي كونجوجيتد بيليروبين خلاص اتكون خلاص، بس الفكره بس ان هو مش بيحصل له اكسكريشن، فهلاقي في الدم نسبه الكونجوجيتد بيليروبين او الدايركت بيليروبين هي اللي زايده. هأكد بقى كلامي بإيه؟ هأكد كلامي بإن لو كان برضو according to the cause، يعني لو كان hemolytic jaundice ولقيت نسبة ال indirect bilirubin أو unconjugated bilirubin زيادة في الدم، هتأكد من كده بقى هعمله تحليل CBC complete blood package. هأكد هتأكد يا ترى هي فعلا hemolytic anemia ولا لأ. طب لو كان hepatic jaundice according برضو to the cause، يعني أنا لو عايز أشوف الليفر بتاعي ده فيه مشكلة ولا لأ، هعمل liver function test اللي هو ALT و AST، هعمل بروسترومبين تايم وده اتقال في المحاضرة اللي هو بيindicate ال acute insult of the liver. لو كان الليفر دامج سببه هيباتايتس فيروس، هعمل له هيباتايتس فيرال تيست سواء كانت ايه، او هيباتايتس ايه او هيباتايتس بي او هيباتايتس سي. لو كان الليفر دامج سببه اوتو اميون ديزيز، هعمل ديتكشن الاوتو انتي بوديز في البلود اللي هي في حاله الاوتو اميون هيباتايتس اللي هي الانا والسما، الانا اللي هي انتي نيوكليير انتي بودي والسما اللي هي انتي سموث ماسل انتي بودي، انتي سموث ماسل وانتي نيوكليير انتي بوديز لقيتها في الدم، ده معناه ان في اوتو اميون ديزيز، هو ده اللي عامل لي اوتو اميون هيباتايتس او مشكله الليفر بتاعتي. طيب لو كان هيباتوسيلولار كانسر، اي زي اي كانسر هدور على تيومر ماركر، ايه التيومر ماركر بتاع الهيباتوسيلولار كانسر؟ اللي هو الاي اف بي اللي هو الالفا فيتو بروتين اللي بيطلع من التيومر سيلز. إيه عندي في نقطه برضو مهمه اتقالت في المحاضره، ان الالترا ساوند لو عملت العيان ده الترا ساوند فيعتبر ده هايلي سنسيتيف للايه الهيباتيك ديزيزز او الليفر ديزيزز، والدوبلر الترا ساوند بقى بيشوف لي هل في فاسكولار ديزيزز ولا لا. لو انا عملت دول كلهم وما لقيتش في مشكله عند العيان، هبدا بقى اضطر ساعتها ان انا اعمل له ايه ليفر بايوبسي. الليفر بايوبسي يعني انت بتدخل وبتاخد عينه من الليفر وبتشوفها تحت الميكروسكوب، فده الجولدن ستاندرد ما فيهاش كلام، انت بتشوف الليفر بتاعك تحت الميكروسكوب فيه مشكله ولا لا، يبقى اذا الليفر بايوبسي هو الجولدن ستاندرد بتاعي، ودي برضو نقطه اتاكد عليها في المحاضره. اليومين دول في تيست جديد اسمه الفايبروسكان، ده نون انفيزيف فورم اوف ليفر بايوبسي، يعني نفس فكره الليفر بايوبسي بس هو نون انفيزيف، مش بتخش وتاخد عينه من الليفر. طيب في عندي بقى الجي جي تي التيست، ان انا اعمل اكشف عن نسبه، اعمل تحليل جي جي تي واي ال بي الجاما جلوتاميد ترانسفريز والالكالين فوسفاتيز، والاثنين الحقيقه بيبقوا موجودين في الليفر والبيلي ريدوكس. فلو الليفر حصل له دامج والبيلي ريدوكس حصل لهم دامج، فهلاقي الاثنين دول نسبتهم زايده في الدم. بالنسبه للبوست هيباتيك جوندس، النقطه برضو الدكتور اكد عليها في المحاضره، ان انا اللي هيوريني ان بوست هيباتيك جوندس هو مشكلته ايه، مشكلته اوبستراكشن في البايل دوكس، فالبستركشن ده ممكن يكون نتيجه كانسر هيد اوف بنكرياس فضغط على البايل دكتس، في سويلنج او انفلاميشن في هيد اوف بنكرياس فضغط على البايل دكتس، في جول ستونز عامله لي اوبستركشن للبايل دكتس. فانا لو عملت اشعه رنين مغناطيسي على البايل دكتس عشان اشوف سبب الاوبستركشن، فده يعتبر ايه اهم حاجه بالنسبه لي، اهم تستعمله علشان اتاكد من البوست هيباتيك جوندس. اشعه رنين مغناطيسي على البايل دكتس دي اسمها ايه؟ اسمها MRCP، تمام. التو كونديشنز لو تفتكروا بتوع البرايمري بيليري سيروزس والبرايمري سكليروزنج كولانجايتس، اتفقنا ان هما اوتو اميون ديزيزز بيطلعوا اوتو انتي بوديز بتهاجم بتهاجم البايل دكتس، تمام. البرايمري بيليري سيروزس بدور على الانتي ميتوكوندريا الاوتو انتي بوديز، والبرايمري سكليروزنج كولانجايتس بدور في الدم على البي انسا اللي هي البيري، تمام. هي البيري نيوكليار سيتوبلازميك انتي بودز او البيري نيوكليار انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك اوتو انتي بودز، طيب.
احنا كده خلصنا الدايجنوزس. بالنسبه للمانجمنت او تريتمنت بيبقى اكوردنج برضو تو ذا كوز. يعني لو كان عندي الجوندس ده سببه هيموليتيك انيميا، بدور على سبب الهيموليسيس. يا ترى سبب الهيموليسيس ملاريا؟ اه الملاريا انا اقدر اعالجها بسهوله والعيان ده هيخف تماما، ده اديله علاج ملاريا هيخف من الملاريا ويخف من هيموتيك انيميا ويخف من الجوندس. يبقى الكونديشن بتاعت الملاريا كيورابل، يعني العيان يقدر يخف تماما بعد العلاج. انما لو كان سبب الهيموليتيك انيميا ده ثلاسيميا، ثلاسيميا ده جينيتيك ديس اوردر، انهيرتد ديس اوردر، يعني مش ده في الجين، فانت مش هتقدر تعالج العيان ده، بس ممكن تعالجه سيبتوماتيك بس مش هيخف تماما. يبقى الثلاسيميا مثلا تريتابل في بعض الكونديشنز من غير ما تتدخل ومن غير اي علاج، هي بتخف لوحدها. زي ايه؟ زي الهيباتيتس اي فيروس، يعني اغلب الفيروسات اصلا بتخف لوحدها. النيو بورن جوندس او الفسيولوجيكال جوندس، اغلبنا تقريبا كان مولود بفسيولوجيكال جوندس. دي بتبقى نتيجة ان البيبي اللي لسه مولود بيبقى اليو جي تي وان انزيم مش شغال عنده كويس قوي زي الواحد ماتيور كده وكبير، فبيبقى النتيجة ان مش بيحصل كونجيجيشن البيروبين، فنسبة البيروبين في الدم هتزيد، لانه هيبقى ساعتها في صورة ايه؟ انسولابل، مش هيحصل له اكسكريشن، فنسبته في الدم هتزيد. بس مجرد ان البيبي ده يكبر شوية واليو جي تي وان انزيم يشتغل كويس، الجوندس هتروح لوحدها. الكوليستيزيس او بريجنسي، اتفقنا يا دوبك مجرد مشاكل في الهرمونات عامله سلوينج للبيرير فلو. لو وانس ان الست دي مثلا ولت والهرمونات رجعت لنسبتها الطبيعيه والبايل اتحرك بشكل طبيعي، خلاص الجوندس هتختفي لوحدها من غير اي علاج. في تو كونديشنز مهمين جدا اللي هم الكانسر والجولستونز. دول لو عملت لهم early diagnosis وعالجتهم بدري، يبقى فرصة العيان ده في السيرفايفل هتبقى ايه؟ هتبقى اعلى. في نقطة اتأكد عليها في المحاضرة، ان انا لو شخصت الجول ستونز اللي في البيلي ريدوكس بدري، او شخصت الكالكولار اوبستراكتيف جوندس بدري وعالجتها بدري، يعني هيبقى فرصة عيان في السيرفايفل كويسة. زي ما قلنا هعالجها بايه؟ طيب هعالجها بحاجة اسمها الاي ار سي بي، ان انا بخش اشيل الحصوات بتاعتي من الايه؟ من البايل دكتس. في بقى يعني الليفر سيروزس زيها زي اي مشاكل فايبروزس، خلاص كل سنة وانت طيب حصل فايبروزس، فمش هتقدر ان انت ايه تعالج، يعني الجوندس ده مش هيتعالج، هيفضل بيرمننت مع العيان بتاعي. كده احنا خلصنا، اتمنى تكون الرسالة وصلت. اشوفكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.